السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بص، في حصل تحديث جديد في نبتة جديدة. أول حاجة استنى نوقف الفيديو ونوريكم شكلها عامل ازاي. بص ركزوا معايا، أول حاجة هتخشوا في فك الضغط. دخلنا من عنده فك الضغط اهي، اهو هو ده الملف. أول حاجة هتدوس ايه قص، بعدها ايه تدوس هنا وتدوس ايه هنا اندرويد، بعدها تدوس او بي بي اهو. أول حاجة شايف كلمة رودي هتخش عندها، وبعديها هتروح ايه حاطط هنا، بعدها تروح ايه حذف كده. كده حذفنا التانية. استنوا بقى نحمل التطبيق ونشوف اللي حصل. بدأ التطبيق ده يحمل، دوسنا على الملف فين حمل التطبيق اهو. كده بنحمل التطبيق اهو، هيبتدي ينزل معانا. يلا بقى اهو، اول حاجة ندوس فتح. افتح كده اهو، عمل كده. شفت الطريقة نجحت وسهلة ازاي ان احنا حذفنا التانية دي واهو. وادخل بقى اهو، دي جديدة اهي، كل كان سنين شوية ستشال. وعرفتوا بقى بندخل سنين ازاي بقى؟ بس دلوقتي اهو احنا عرفنا ندخل بقى، عرفنا نفتحه بسرعة من غير ما يدي وقت ما يفتح. يلا بقى استنى، هو هيدي لك وقت ويفتح، بس واصبر عليه ثواني. كده اهو، كده التحديث الجديد اكتمل. كده عرفنا ننزلناه التطبيق ده. هو ده الشكل الجديد، ده هو ده الشكل الجديد. ايوه شايف شكله اهو، لونه اخضر وعليه ايه وعليه توت، وعليه توت احمر. شايفين هو ده الشكل الجديد اللي جه. جرب بيه كده بس. يلا ده بيشوك فعلا، بيشوك الزومبي ويقتله. اهو اول حاجة نفتح، بس كده على الدور ده ونجرب ونشوف النبتة الجديدة عاملة ازاي. كده اهو، ايوه اول حاجة ننزل تحت. ايوه يدي اهو شايفه. بص هو ده اللبس بتاع الموبايل، الكاميرا كده موبايل كده بيصور. شوف صور شوف. يلا نبدأ نلعب. يلا بنا استنى استنى اهو، هنجيب ده كمان عشان ده بينزل تحت كده بيوطي اهو. ايوه جبناه اهو. بنص ايه نجيب البتاع بتاع دي اهي. ايوه هي دي. يلا نجرب نلعبهم بقى. يلا اللعبة عامل ازاي؟ اول حاجه هنحط ايه، ايوه شايفين دي نحطها، دي قويه جدا نحط عليها فوقها اي حاجه. بس احنا هنجيب شوكو قوي، اقوى حاجه عنده. نجيب ده قوي اهو، انتوا صوته عامل ازاي بقى؟ ده صوته لما حاجة في حاجة تطفي. طب بص نحط ده، بعديها احط ده، ده عامل ازاي؟ اول ما ادوسه هياخده كده هيتحب. يلا دوس يلا دوس. قلت لك بشوف بقى، بشوف بقى يعرف حط عليه دي بدل ده تلج طبعا. شوف شوف اهو عمال يعمل الحركات دي اهو. قلت لكم عرفت بقى ندخله العالمية ازاي، بس ده مش سيني لكن ده حقيقي. ده
ده تحديث جديد، ده حصل من جوجل وبنجربه. طريقته عامله ازاي وحركاته عامله ازاي وبيعمل الحركه ازاي دي. كده ادي الفيديو جميل، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل معاكم كل جديد. يلا باي باي، مع السلامه. عرفتوا بقى الخطوات بقى تعملوها ازاي؟ عرفتوا؟ هسيب لكم كل لينك هنا في صندوق الوصف. هسيبه ايه في الوصف؟ الوصف ده صندوق، ده كبير مساحته مليانه عشان تكتب فيه اي حاجه. يلا باي باي، باي باي، مع السلامه. اشوفكم المره